بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورس تحليل وتصميم وتنفيذ مشروعات قواعد البيانات أو كورس الداتابيز بروجيكتس. بفضل الله أنا حاولت أجمع في الكورس دوت الجانب الأكاديمي كاملا والجانب التطبيقي العملي الفعلي اللي اكتسبناه من خلال الشركات مع بعض، بحيث إن إحنا ناخد معلومة متكاملة والمتدرب ده فعلا يطلع من الكورس ده يكون ذو ثقل في المجال ده بإذن الله، عشان اقدر افيد بيه طلاب اللي هم الطلاب الجامعيين ويبقوا مش منفصلين عن واقع العمل، وبرضه اقدر افيد فيه ان شاء الله الناس اللي شغاله في سوق العمل ويقدر يكون عنده ثقه علمي وليه الحاجه دي بتحصل، بدل ما تبقى بس مجرد ان احنا بنمارسها كده في من خلال التطبيقات الموجوده في السوق وشغلنا، ونتعرف على الامكانيات القويه اللي موجوده اللي ممكن تفيدنا وتحسن شغلنا ان شاء الله. وطبعا ان شاء الله هنتناوله من خلال تطبيقات كتيره على كل مستوى في الكورس بإذن الله، وعلى كل نقطة بدأنا نعمل أفكار ومشروعات متنوعة بأفكار مختلفة التوجه. بدأنا من مستوى الناس الغير متعرفة اللي هم المبتدئين على قواعد البيانات، الناس اللي مش عارفة خالص قواعد البيانات، ومشينا معاه ونوصل معاه ان شاء الله للاحتراف، وكذلك الممارسين حتى ان شاء الله لمجالات الويب ابلكيشنز او الموبايل ابلكيشنز اكيد ان شاء الله هيستفيدوا جدا من الدوره دي، لانها شغلها ان شاء الله عميق جدا وهيفيد في المجال الواقع العملي باذن الله. هتلاقونا بندرس في الدوره دي ان شاء الله اكتر من نوع من قواعد، من نوع الداتابيز مانجمنت سيستمز، يعني اللي هي زي ماي سيكوال سيكوال سيرفر غيرهم مش عارف ايه، لان كانت الفكره الاساسيه للكورس ان انا اعمل مظله عامه لفكره الريليشنال داتابيز، بحيث ان هو يقدر يتعامل مع اي نوع بقى من قواعد البيانات المختلفه، طالما هي ريليشنال داتابيز في مفاهيم واحده وفي اساليب واحده وفي حاجات مشتركه ما بينهم، ونبقى كمان بيقدر يقدر الفروق ما بينهم. ده كان من اهم الافكار اللي احنا حاولنا نقدمها، بحيث ان انت لو جالك مثلا شغل في البوست جريز مثلا كداتابيز وانت مش درستهاش او ما اشتغلتش عليها، هتلاقي نفسك في خلال يوم بالسريع او باليومين بالكتير بتعرف تشتغل عليها وبتطبق عليها وبتنفذ حاجات وعندك كمان اكسبيرينس. فازاي نقدر نعمل دوت؟ فاخدناه من خلال ان احنا ندرس انواع قواعد بيانات كتيره مختلفه، واحنا بنحط المنهج كنا بنقدر جدا الاختلافات والتشابهات ما بين قواعد البيانات دي، وكنا بنحاول نوفق منهم ما بينهم يعني علميا، بحيث ان شاء الله المتعلم يقدر يطبق الاسس الثابته ويقدر كمان يوصل في الاحتراف ما بين الريليشن داتابيز مانجمنت سيستمز المختلفه. اتمنى من ربنا ان الكورس ده يكون فعلا مفيد ليكم جدا، وان شاء الله يترك علامه في حياتك العمليه. السلام عليكم ورحمه الله.